وروح بيته بعد السهرة الساعة 3 الفجر، وفضل عادل إمام سهران مع سعيد عبد الغني. والساعة 4 الفجر جاله تليفون من أخته إيمان وقالت له تعال الحق مصطفى في المستشفى. وطبعا خد الزعيم عربيته وراح بسرعة مع أبطال المسرحية، بس للأسف وصله متأخر. مصطفى متولي كان ودع دنيتنا وعمره كان 51 سنة، وأول لما وصل لقى أخته منهارة من العياط ومعاها ولادها. وجري الزعيم على سرير مصطفى ومسك إيده وقال له إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا متولي، مع السلامة يا صاحبي. وبعد شوية كان كل فريق المسرحية موجود في المستشفى وبدأوا يتهمسوا يا ترى مين اللي هيقوم بدور مصطفى متولي، وخصوصا إنهم بايعين كل تذاكر الحفلات لمدة 3 شهور وما ينفعش يأجلوا ولا حفلة. وفجأة الزعيم اتكلم وقال لهم بصوت عالي متولي خلاص الله يرحمه، احنا هنكمل المسرحية، الجمهور ملوش ذنب في أحزاننا.